أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة جلسة الاستماع إلى السائق المخمور الذي تسبب في وفاة 5 أشخاص بحي رهرة بطنجة. الجلسة التي أجلت إلى 16 من شهر أغسطس الحالي بسبب عدم حضور محامي أحد الضحايا 5 والذين وافتهم المنية متأثرين بإصابتهم في حادثة سير من طرف السائق المخمور. وكانت عناصر السلطات القضائية يوم الأربعاء الماضي قد أحالت السائق المخمور والذي تسبب في وفاة 5 أشخاص بينهم طفل في حادثة سير بمنطقة رهرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ليتم إحالته على قاضي التحقيق وليتم وضعه في حالة اعتقال. وأثارت هذه الحادثة غضب الرأي العام المحلي بطنجة، اطالب متتبعون بتشديد العقوبة على المشتبه فيه، مطالبين بعدم التساهل في مثل هذه الجرائم. وعرفت مدينة طنجة منتصف ليلة الأحد الاثنين حادثة سير مروعة بمنطقة رهرة بعدما دهس سائق في حالة سكر 5 أشخاص، 3 منهم من أسرة واحدة. ووفق مصادر صحفية فإن الطفل الراحل الذي يبلغ 13 سنة أصيب في رجله وجسده بشكل خطير قبل أن يفارق اليوم الحياة، فيما كشف المصدر ذاته أن السائق المخمور كان في حالة سكر طافح أثناء الحادثة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.